خرجت من البيت خلاص، قررت ان انا امشي من اوكرانيا. الوضع صعب جدا، انا على محطة القطر مفيش اي قطارات ولا في اي حاجة، منتظر قطر يوديني لوفوف، ومن لوفوف هطلع على الحدود البولندية، ومش عارف هقعد في بولندا ولا اقعد في المانيا. يلا الحمد لله خير. والله يا جماعة الواحد ما عارف يقول لكم ايه اللي بيحصل في اوكرانيا. يعني ادى للناس 72 ساعة ان هم يخرجوا من المدينة اللي انا فيها، البيت هيتدمر، كل حاجة هتتدمر، حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد حزين جدا على شقة عمره. الحمد لله. والله انا ما راح، انا محطة القطر مش عارف، مش لاقي كلام اصلا، مفيش اي قطارات ولا في اي حاجة، زي ما حضراتكم شايفين الدنيا والتلج نازل، الجو ساعة وبهدلة ما بعدها بهدلة. بالكاد لقيت عربية تجيبني هنا بعيد عن المدينة بتاعتي بحوالي 40 كيلو تقريبا، وهاخد بقى محطة القطر قطر، وربنا يسهل ونلاقي قطر يطلعنا من هنا، لان المنطقة مش امنة خالص، كل شوية سيرينا والناس قلقانة بجد. يعني مدينة، بصوا البيوت كل ده هيتدمر، كل ده هيدمره الروس، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انا عاوز اسأل سؤال بس حيرني والله، للناس اللي بتفهم، ودايما بخاطب العقلاء والناس اللي بتفهم من العرب. يعني بوتين خايف من حلف الناتو عشان اوكرانيا هتخش حلف الناتو، صح؟ تمام. طيب هو دلوقتي مش خايف من حلف الناتو عشان تعرف كذب هذا الرجل والعيب هذا الرجل. يعني حلف الناتو لو هو عاوز يضرب روسيا، ما فرصة دلوقتي يدعاك امه ويدعاكوا بعض، صح؟ في اوكرانيا. لكن هو كذاب، الاوروبيين مش عاوزين يحاربوه ولا ليهم دعوة بيه، هو بس العمال يفتكر اشياء كتيرة قوي من وحي دماغه المفرقعة الخربانة. في حاجة برضو تانية عاوز اقولها، يعني هو خايف من قواعد في اوكرانيا. طب انا عاوز العقلاء برضو والشرفاء والناس اللي بتفهم في الخرائط يمسكوا خريطة روسيا ويكتب في البحث حدود حلف الناتو مع الحدود الروسية، هيلاقي ان في كذا دولة موجودة في حلف الناتو على الحدود الروسية. طب من باب اولى لو حلف الناتو عاوز يضربه، ما يضربه من هذه الدول، هو يعني محتاج ان اوكرانيا هي اللي تبقى في حلف الناتو عشان يضرب روسيا؟ عرفته؟ والله العظيم كذاب، والله العظيم هو متغاظ بس المتخلف ان اوكرانيا هتخرج من تحت جناحاته، بس دي اللي مضايقاه، لكن لا هي حلف ناتو ولا قلق من أسلحة. ده هو مجرد ما قال ان انا حضره بس أسلحة الردع النووي، الناس كلها قالت له احنا مش هنخش في حرب معاك، حتى امريكا قالت له ورئيس بايدن قال له احنا مش هنخش حرب معاك، والاتحاد الاوروبي كله قال له احنا مش هنخش حرب معاك. يا مجنون يا متخلف، مرعوب وخايف ليه؟ ايه السبب؟ عاوز اعرف ايه السبب. حلف الناتو، طب ما انت معاك يا ابني حدود مع حلف الناتو، لو عاوزين يفشخوك هيفشخوك، لكن انت عاوز اوكرانيا تحديدا تحت جناحاتك، عاوز تجيب اراجوز جديد بدال الرئيس الموجود، سواء الرئيس دون بقى ايا كان، بس تجيب اراجوز يقول لك سمعا وطاعا يا قيصر، لانه عاوز يعيد امجاد الاتحاد السوفيتي السابق. هي دي القصه واللعبه كلها، وده اكبر خطر. الناس اللي هي ما بتبقاش فاهمه يقول لك ايه، لا ده ازاي حلف الناتو مش عارف ايه والخطر على حدودنا، الكلام ده كذب، الكلام ده كذب. ربنا ينتقم منك يا بوتين، والله ربنا ينتقم منك يا بوتين على اللي انت بتعمله في الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل، لان اللي بيحصل ده والله لا يرضي عدو ولا حبيب. لاني سبحان الله انسان قذر بمعنى الكلمه، انسان واخد على الدم. والنهارده وزير الخارجيه لافروف بيقول ايه، بيقول ان احنا وفرنا 150 حافله للطلبه الاجانب يخرجوا من اوكرانيا، هو اللي وفر، والله العظيم كذاب. الطلبة الأجانب اللي خرجت على حسابها، وخرجت في القطارات والمواصلات العامة داخل أوكرانيا، يعني هو ما وفرش حاجة، كان وفر لنفسه أوتوبيسات تخرج جنوده الميتين، تخرج معداته المتدمرة، ولسه هيشوف وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهيشوف تاني. والله العظيم مشيت من بيتي أو من مدينتي لحد المدينة اللي أنا موجود فيها دلوقتي، والله العظيم ما لقيت دبابة، والله ما لقيت دبابة شفتها أو عسكري واقف بيحرس الطريق، كذاب والله، والله العظيم كذاب. الاوكران الجيش الاوكراني بيحاول ان هو يرجعه ويوقفه، لكن هو متخلف، الانفصاليين من جانب وهو من جانب وبيلاروسيا من جانب، يعني اللهم صل على النبي اتحدوا الاوساخ، بكلمكم بجد. فادعوا لنا ان احنا نخرج من المدينه دي، لان لا في قطارات ولا في نيله، كل القطارات اللي بتيجي كل ساعتين بيجي قطر كهربائي بيروح مدن قريبه من هنا او في نفس النطاق بتاع المدينه اللي احنا موجودين فيها. والقطارات اللي بتمشي بقى للمحافظات اللي هي قطر بويزد،
مش الكتريشكا. يعني اهو ده قطر بيمشي بالكهرباء، ده بيمشي داخل القرى والمدن الصغيره ومش عارف ايه، وكلنا عارفينها والناس اللي موجوده هنا في اوكرانيا عارفين الكلام ده. فما فيش قطارات بقى من اللي هي بتمشي بقى بعيد عن الكهرباء يعني، فاهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك لما شردتنا يا ابن الكلب. منك لله كنا قاعدين في بيوتنا. ويحذر الناس وقال 72 ساعه تخرجوا لاني هنسف المدينه. طز بيك يا عم، طز بيك، هنبنيها من جديد ولا اي حاجه ان شاء الله، هنبنيها من جديد. احتمال بعد ما اروح بولندا يا اروح المانيا يا ارجع على مصر ان شاء الله باذن الله، يعني حسب ما هشوف صالح ليا ان شاء الله، وربنا يجيب الخير من عنده. انا مش قلقان ولا خايف والله، بس الوضع ما يستحملش وعاد، الوضع مزري جدا. عارف ليه انا خرجت من المدينه؟ والله العظيم ما هتصدقوا، خرجت عشان مفيش سوبر ماركت فيه لقمه، مفيش سوبر ماركت فاتح، مفيش حاجه خالص، كل المدينه قافله. يعني هنجوع، هنقعد بقى ناكل من الارض ونبهدل نفسنا. فقلت اخرج وامر لله، لكن والله العظيم لو الحاجات دي متوفره اقسم بالله العظيم ما هتحرك، والله ما هتحرك، لان اللي بيحصل ده اباده للمدنيين. بصوا الناس جايه يا عيني بالقطر اهو الكهربائي عشان تدور يا عيني على اي مكان تخلع منه او تهرب منه، لان كل شويه سيرينا. مش عارف اقول ايه والله، والله ما عارف اقول ايه، اللي هي تحذير بتاعت ان في غاره جايه على المدينه دي كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل، مش سايب حاجه في حالها. بالنسبه بقى للناس اللي هم بيقولوا ان الجيش بيحتمي في المدنيين، كتك خيب على خيبتك. الجيش اللي بيحتمي في المدنيين يهطل؟ الجيش الاوكراني ده، الجيش الاوكراني فرك ام روسيا واللي جابوا روسيا، والله العظيم دمرها. شفت كتير قوي، وشفت داخل مدينتي، وشفت في خاركوف، وشفت في كل اوكرانيا، وسعيد جدا مش في الجنود اللي ماتت الروس. شوف لحد امتى واحنا مش فرحانين في مصائب الناس، ولكن سعدت جدا لما شفت المعدات العسكريه متلقحه وداير فيها النار ومكسره عشان يحترم نفسه، خليه يخسر بلده عشان بعد الحرب الشعب الروسي لو عنده نخوه يحاسب هذا المجنون على اللي عمله في روسيا. ولكن على الدنيا تدور الدوائر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يلا اشوفكم على خير، وخلي بالكم من نفسكم يا عرب، وهنعمل فيديوهات جديده ان شاء الله باذن الله، ونقول صباحكم ورد وعسل من جو بولندا المجنون الجميل، او صباحكم ورد وعسل من جو المانيا المجنون الجميل، او صباحكم ورد وعسل من جو مصر المجنون الجميل. في كل حته ان شاء الله باذن الله هيبقى لنا فيها بصمه، هيبقى لنا فيها بصمه خير، بصمه رجوله، بصمه شرف. حسبنا الله ونعم الوكيل. اشوفكم على خير، السلام عليكم، خلي بالكم نفسكم.